لا تردي عليها، أنا ما قلت هيك شي بنو. شو صار لك إيلين؟ سمعتيني قلت هيك شي؟ ما في داعي إنك تقولي، مبين من عيونك. طلعي عليها وشوفي. ما بيهمني شوفي بعيونها إيلين، كل يلي بيهمني إنه توفي بوعدة لإلي. أسيمينا، صدقيني إختي معك حق تقولي شو ما بدك، بس لا تتوقعي مني صدق إنه هالحكي طالع من راسك. أنت وقفتي مع الطرف الغلط. شو بفهم؟ إنه نحن متفقين؟ دروسو مانا منيحة أبداً، مالك شايفتيها؟ هي أكيد ما رح تكون منيحة بعد يلي عملته، وطبيعي تغير رأيها، أساساً هي ما عندها رأي تغيره، وأبصر لوين رح توصل مع الأمور. دروسو؟ بدك تغدري فيني مرة تانية؟ اللي عم تعمليه اسمه ابتزاز عاطفي، ما عم تفهمي؟ هي اللي اجت لعندي واقترحت هذا الاقتراح وأنا قبلت فيه، يعني إذا تراجعت هلأ بتكون خربت كل شيء. لا تكوني ندمانة. لا، أنا رح أوفي بوعدي، رح أعمل مثل ما اتفقنا. ممتاز، ومنيح يلي اتفقنا من هلأ. طبعاً أنا أجيت لأنه المفروض نقضي وقت سوا لحتى ما نخلي العالم تشك فينا، بس ما بدي ينفتح هالموضوع كل مرة. بكفي. أنا رايحة أعبي مي، بس لا تحملي أشياء تقيلة. بعرف، لا تاكلي همي. أنا آكلي هم الولد. سمعت عن قصة التعاونية؟ طبعاً سمعت من الغريب، لأنك ما بتكلفي خاطرك وبتحكي لي شي عنك. أسيمينا، ما كان عندي وقت. عادي، لا تبرري شي، ما بقى بتهمني أموركم. موفقة بكل شي عم تعملي. شوفك. بس أنا ما خلصت كلامي معك لحتى تروحي. عادي شوي. قلتلك عادي لنحكي شوي. برأيي تفكر بالموضوع مرة تانية، بالنهاية ما أنك مضطر توقف ضد أبوك، رح نحارب لحالنا، وأساساً لهيك صرنا إيد وحدة. بدك تفرجه هو عم يعملكن هيك؟